رحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ولسه الحديث مستمر عن الاعتداء السافر اللي بيتم من الكيان الصهيوني على أهالي قطاع غزة 11 يوم متواليين من التصعيد المستمر. في الحقيقة يعني شبح الموت بيهيمن على قطاع غزة، والقطاع بيشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة. وفي كل ذلك يعني تابعنا تنسيق كل دول العالم مع مصر، وتابعنا موقف مصر من القضية الفلسطينية اللي دايما واضح وصريح ولا حياد فيه. مصر دايما بتتمسك بالوقوف خلف الشعب الفلسطيني في مختلف أزماته، وبتكون من أول الدول اللي بتتضامن مع الشعب الفلسطيني وبتقدم ليه المساعدات، سواء كانت أغذية، أدوية، وخلافها من المستلزمات اللي بيحتاجوها. علشان كده مصر دعت كمان لي يعني المساعدة الفعلية من خلال يعني تقديم أو الدعوة لقمة. هذه القمة هي قمة القاهرة للسلام اللي هيتم من خلالها دراسة يعني والحديث عن تخفيف آثار العدوان على قطاع غزة. وفي الحقيقة لاقت استحسان وقبول من كل دول العالم للمجيء إلى القاهرة لمناقشة آخر التطورات في قطاع غزة يوم السبت المقبل إن شاء الله. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن دور مصر الكبير والعظيم في تقديم المساعدات لأشقائنا في فلسطين، خطورة تعطيل دخول المساعدات للأهالي، الأضرار اللي ممكن تترتب على ده، كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة الحالية. كل دي تفاصيل هنناقشها في فقرتنا النهاردة. بنرحب بدكتور أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك، ومبسوط أن أنا موجود معاكم في أقدم وأهم برنامج صباحي في مصر. بنسعد بوجودك يا دكتور، أهلا وسهلا. طيب، مصر لا تتردد أن تطرق كل الأبواب لفتح الملف بقوة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ. احنا شايفين مصر عملت حاجات كتير قوي الفترة اللي فاتت، ومهتمة جدا في تقديم المساعدات وسرعة إيصالها لأهالينا في غزة. لغاية دلوقتي الناس عمالة تتكلم عن هذا الموضوع، ومناشدات طبعا للتبرع في كل مكان. أهمية وصول المساعدات سريعا وخطورة عدم دخول المساعدات لأهالينا فاسد. الحقيقة احنا لو حطينا عنوان هنقول ان مصر بتسابق الزمن. هي بتشتغل على كذا صعيد، في صعيد انساني، في صعيد سياسي، وصعيد حقوقي. على المستوى الانساني الحقيقة الدولة المصرية عندها خبرة كبيرة جدا في التعامل مع مثل هذه الملفات. في 2014 ده موقف متكرر كان لمدة 50 يوم تم قصف غزة من الاحتلال، والحقيقة الدولة المصرية تحركت من الدقيقة الأولى، لأنه التحرك السريع يعني احنا بننقذ حياة بني آدمين. كل لحظة بتفرق في حياة الشعب غزة وقطاع غزة. على المستوى السياسي الدولة المصرية لها دور كبير، دور تاريخي الحقيقة بتلعبه دايما في هذا الملف، وبتجبر المجتمع الدولي، وهنا بستخدم هذا اللفظ، لما لها من قدرة سياسية بتجبر المجتمع الدولي ان هم يبقى في قرار حاسم لوقف اطلاق النار على المستوى السياسي. على المستوى الحقوقي الوفد المصري الحقيقة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والمجلس الدولي هو احد يعني هي أهم مؤسسة دولية تتابع أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء 193، هي والذراع التنفيذي لها اللي هي المفوضية العليا لحقوق الإنسان. الحقيقة أنه السفير المصري والبعثة المصرية بيشتغلوا بشكل كبير جدا لتمرير قرار في الوقت الحالي بأغلبية من الدول الأعضاء بالتعاون مع المجموعة العربية، عشان يقدروا أن هم يستصدروا قرار ليكون في لجنة تقصي حقائق تدخل غزة. ولكن هناك في كثير من المعوقات الحقيقة، منها التعنت من الجانب الإسرائيلي، وبيحاولوا إن هم يستنزفوا أو يحاولوا إن هم يهاجموا قطاع غزة، ويكون في ضربة قوية جدا قبل ما نوصل تضييع لهذا، تضييع وقت قد ما يقدروا علشان يقدروا يعظموا مكاسبهم من أرواح، لأن هم يشعروا برغبة شديدة في الانتقام، وده يعني دي طبيعة. أنا مش عايز أقول ضربة، لأن ضربة دي أقل حدة مما يحدث الآن. احنا أمام إبادة، واحنا احنا بنتكلم دايما غزه استاذ احمد، لما نيجي نتكلم عليها بناخدها نموذج لانتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان، اكبر سجن في العالم. النهارده فيليب لازاراني للمروجين لحقوق الانسان بالظبط. ولا لما احنا نيجي مثلا بندي كورس تدريبي كده في حقوق الانسان، فعايزين انه نشوف اكبر تجاوز ونحلله، فتبقى غزه اكبر سجن في العالم، اكبر 450 الف دلوقتي مشرد، وفي نوع من النزوح الداخلي. النهارده ممكن اقف هنا في جزء صغير، واعتقد ده برضو من اختصاص حضرتك. حضرتك بتتكلم ان هو لما بنيجي ندي مثل للتجاوز في حقوق الانسان بنتكلم على قطاع غزه. طيب، اوروبا تتضامن يعني قولا وفعلا وشكلا ومضمونا، ويعني لو في اي حاجه تانية ناقصه بتتضامن مع ما يحدث من الدوله المحتله.
والنهارده بنتكلم على حقوق الانسان اللي دايما بيطلع البرلمان الاوروبي يتحدث عن حقوق الانسان. ولسه كان في بيان صدر من مصر اللي موقفه لحد يعني بقى لها يومين المساعدات امام يعني قطاع في 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 رفح تحديدا لدخولها لقطاع غزه، وفي تعنت وهنا نحط تحتها ألف خط من اسرائيل لدخول هذه المساعدات ورفضت دخول المساعدات. ويمكن اثبتنا خلال الفتره اللي فاتت وبالافعال وليس بالاقوال ان مصر دوله تقود ولا تقاد. فين حقوق الانسان اللي بيتحدثوا عنها؟ الاجابه بسيطه جدا، ولو نحط لها عنوان تاسيس ملف حقوق الانسان، استخدام ملف حقوق الانسان كورق ضغط سياسي. حقوق الانسان احد اهم القوى الناعمه اللي بيستخدمها الغرب للاسف الشديد وتحديدا الولايات المتحده الامريكيه لحمايه مصالحها. طب بندلل الكلام ده بايه؟ ان مع تعاقب الادارات سواء الجمهوريين والديمقراطيين يختلف الملف خالص. دونالد ترامب كان يشيد بالتحسينات التي طرأت على ملف حقوق الانسان في مصر، وعندما صعد جو بايدن الى سده الحكم تغير تماما. يعني احنا ما عندناش ثوابت في امريكا للتعامل مع ملف حقوق الانسان حسب الاهواء وحسب المصالح. الغرب الجزء الثاني الحقيقه الاتحاد الاوروبي من وجهه نظري ومن خلال تعاملي معاهم يعانوا من سذاجه في التعامل مع ملف حقوق الانسان. هم يستقوا المعلومات من طرف واحد فيما يخص حتى في موضوع غزه، حتى في موضوع ملف حقوق الانسان في مصر. دائما هناك عدد من المنظمات الدوليه التي لها صبغه سياسيه وعلى راسها هيومن رايتس ووتش وامنيستي العفو الدوليه، بالتعاون مع بعض المنظمات اللي احنا بنقول عليها تنتمي الى جماعه الاخوان وظهرت بعد 2013 وتحركوا بشكل سريع جدا. يعني هنا في حد في جزء من الغرب بيستخدمه لحمايه مصالحه، وهنا في سذاجه. طيب الغرب ليه دايما بيضغط على مصر؟ مثلا ملف حقوق الانسان والقرار اللي صدر بعدد 379 صوت في البرلمان الاوروبي، لانه هو بيشوف ان الدوله المصريه دوله كبيره، هناك علاقات امنيه وسياسيه، فعلى الدوله المصريه ان تحترم حقوق الانسان. ولكن انت تستقي المعلومات من طرف واحد، انت عندك تقارير يعني تفتقر الى النزاهه والحياديه. ده ببساطه شديده جدا ملف حقوق الانسان تم تاسيسه. طيب لما نيجي نقول مجلس دولي حقوق الانسان، مجلس دولي فقد جزء كبير جدا من نزاهته وحياديته وقدرته على التاثير في صنع القرار الحقوقي، هي جهه رصد مش اكتر، القرار العقابي في ايد مجلس الامن. لكن حتى جهه الرصد دي هناك في تاسيس ملف حقوق. لك ان تتخيل ان في 2018 الولايات المتحدة الأمريكية سحبت عضويتها من المجلس الدولي وأهانت المجلس الدولي وقالت أنه مجلس مسيس وليس له قيمة. من ليه؟ لأنه كان في جمعية أو جلسة غير عادية تدين إسرائيل. النهاردة احنا بقى عندنا البند السابع، عندنا 10 بنود في الدورات في المجلس الدولي 3 مرات في السنة، في بند كامل بيتكلم عن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. ولم يستطيع المجلس الدولي حقوق الإنسان بكم التقارير والاليات اليه العرض الدوري الشامل اللي بتدين اسرائيل قلبا وقالبا ان هو ياخد قرار يوديه لمجلس الامن، عشان عارفين انه القرار السياسي هو مسيس. النهارده جلسه في مجلس الامن عشان يستصدر قرار لوقف اطلاق النار في غزه واعترضت الولايات المتحده. طيب احنا تاني هرجع تاني اكرر سؤالي، المساعدات الانسانيه نادى بيها الرئيس السيسي والتحالف الوطني بعت كميات من المساعدات الانسانيه الى الان، يعني احنا بنتكلم اهميه دخول هذه المساعدات وتاخيرها خطورته ايه؟ كره في ملعب المجتمع الدولي. احنا النهارده الدوله المصريه من اول دقيقه بدات تتحرك على المستوى السياسي ودوائر صنع القرار السياسي في الولايات المتحده الامريكيه، لكن هناك في تعنت من الغرب، هناك في تعنت من الولايات المتحده الامريكيه. هل النهارده لو اسرائيل او صدر قرار او في اجبار من الولايات المتحده الامريكيه انها تتوقف ويبقى في وقف اطلاق النار، اسرائيل هتلتزم. بس للاسف الشديد احد اكبر القوى يعني الدوليه في العالم طبي متهالك الان في قطاع غزه، والمستلزمات الطبيه انتهت ان لم يكن خلاص. يعني هل حضرتك هل مقبول اصلا ان احد التصريحات من المسؤولين الاسرائيليين ان هو بيجبر او بيضغط على الفلسطينيين هم ما يعني هذا تصريح سخيف جدا الحقيقه، وهم تراجعوا عنه في الاخر. يعني في وقت ما الدوله المصريه بتحاول ان هي تساعد على المستوى السياسي والمستوى الامني والمستوى الانساني، هناك من يريد ان يضر بمصلحة الأمن القومي المصري. ولكن الحقيقة أن الدولة المصرية دائما ما بتترفع عن هذه الأمور، لأنه الدور المصري في غزة وفي فلسطين دور تاريخي من 1948. يعني أنا أتذكر أنه بعد 2011 تضررت مصر بشكل كبير جدا على المستوى الأمني من قطاع غزة، لكن لم تلتفت، لأنها دائما ترى أن مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة الفلسطيني في قطاع غزة هي يعني الفكرة الأشمل والأعم. فاحنا بنتكلم دلوقتي انه هناك في رغبه انتقاميه شديده جدا، وبيحاولوا ان هم يعطلوا القرار السياسي اكبر وقت ممكن عشان الضربه الانتقاميه دي تقدر ان هي بالبلدي كده تشفي غليلهم. ما حدث معهم هو غير مسبوق، وهناك في ضغط سياسي وضغط شعبي كبير جدا على الحكومه الاسرائيليه في الداخل، واللي بيحصل دلوقتي له اغراض انتخابيه وله اغراض سياسيه على حساب يعني دم الفلسطينيين. احنا بنتكلم ان الدوله المصريه في اليوم اللي هيتفتح
هتبدا في وقف اطلاق النار، هتتحرك القوافل الطبيه والقوافل الانسانيه اللي موجوده بالفعل وهي جاهزه فعلا. وعلى فكره الدوله المصريه كانت مستعده للتحرك من البدايه من ديوان، ولكن للاسف الشديد مع التعنت الاسرائيلي بدعم امريكي كبير جدا على المستوى السياسي، يعني النهارده حاملة الطائرات بتكون موجوده، يعني انا بديك الدعم العسكري وبديك للرؤساء والرؤساء الوزراء واخرى امريكيه، انا بديك غطاء سياسي وغطاء عسكري لمزيد من جرائم الحرب داخل قطاع غزه. هذا هو المجتمع الدولي اللي احنا بنتعامل معاه، هذا هو الكيل بمكيالين، عدم وجود مصداقيه، استخدام الالفاظ الحقوقيه. الزيارات المتعدده من جانب قيادات الدول الكبرى يعني انا عايز اقول لحضرتك ان هم كمان بيستخدموا، احنا عندنا مفردات حقوقيه بنستخدمها، لما يجي يقول الارهابيين، هل انت النهارده بتساوي ارهابي فجر نفسه بشخص بيحاول يحارب على ارضه، بيحارب على ارضه وبيحارب عشان يكون له ارض يقدر يعيش عليها هو واولاده؟ مثلا يعني مثلا الاتحاد الاوروبي لما يقولوا في شمال سيناء، لما يقولوا انه ده تهجير قسري، لا، احنا كان عندنا مشكله امنيه والدوله المصريه اعادت توطين المواطنين المصريين وعوضتهم بالشكل المادي والشكل المعنوي الكافي، هو ده ملف حقوق الانسان. للاسف الشديد انا في المنظومه بقالي 15 سنه وللاسف الشديد بنشتغل وتقارير كثيره جدا بنقدمها، لان لا بس ده ما فيش مقارنه اصلا بين الوضعين، ده مصريين بتنتقل لوجود عمل تنمويه وتم توفير اماكن اخرى اكثر تمييزا بخدمات كامله، ده ما فيش مقارنه بين الوضعين اصلا. طبعا وللاسف الشديد كمان فكره التهديد، يعني يبقى في تهديد للجانب المصري اذا تحركت منظمات المجتمع المدني، اذا مثلا في مساعدات هيتم استخدام العنف. احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا، احنا ما بنعرفش ندخل غزه كناشطين حقوقيين او منظمات مجتمع مدني. عندنا كم النهارده من التجاوزات، لو قدرنا الارقام دي على فكره 4000 3000 واحد ماتوا، 10000 او 12000، هذه الارقام الفعليه، هذه ارقام غير حقيقيه بالمره، يعني احنا بنتكلم على تهالك قطاع طبي وما زال هناك الالاف تحت الانقاض اللي دمرت. يعني على فيليب لازراني قال لك احنا حفره من الجحيم، يعني الراجل ده بيتكلم على حجم الدمج اللي حصل والضرر على المستوى الإنساني وعلى المستوى الطبي وعلى يعني ضرر كبير جدا. احنا النهارده مهم، ودي نقطة مهمة، لازم يكون عندنا قدرة، وده دي أول حاجة احنا بنطلبها كمنظمات مجتمع مدني. نقول لحضرتك شغلنا بقى ايه، احنا عايزين بنشكل من عدد من منظمات لجنة تقصي حقائق تحت غطاء الأمم المتحدة، عايزين ندخل نشوف حجم الجرائم اللي حصل. بيرفضوا تماما وبنهدد، ممنوع، ما فيش اي غطاء امني، لو انت عايز تدخل من اي حته على سلامتك الشخصيه وده غير مقبول. يعني احنا شفنا على الهواء مباشره من خلال الاعتداء على المراسلين والصحفيين لمجرد نطقهم باللغه العربيه، ناطقين باللغه العربيه، كان في اعتداء عليهم ايضا من جيش الاحتلال وكانوا بيعتدوا عليهم علشان مجرد اللي هم بينقلوا الحقيقه. يعني حضرتك بتقول هم يستقون معلوماتهم عن حقوق الانسان من طرف واحد فقط، هم مش محتاجين اصلا هم يروحوا يستقوا. لك ان تتذكر الاعلام وشيرين عقله وما حدث فيها، وقتلت بدم بارد وفتحت بما يخص شيرين عقله، وكان في حاله من هجوم كبير جدا على اسرائيل، ولكن هناك في الولايات المتحده الامريكيه، هناك في الغرب اللي دائما داعم سياسي وداعم عسكري لاسرائيل. ولكن انا من وجهه نظري اذا استمر الوضع بهذا الشكل على المستوى الحقوقي وعلى المستوى السياسي، الضرر هيعود على اسرائيل أكتر من فلسطين، لأنه اللي حصل غير مسبوق وسوف يتكرر. وإذا كان لا يوجد حل سياسي، والدولة المصرية دائما ما بتنادي بفكرة الدولتين، ودائما ما بتنادي أن لازم نقعد على طاولة المفاوضات، لأنه لا مفر أن يكون هناك فيه. دعت لطاولة مفاوضات، وبالفعل قمة القاهرة للسلام بإذن واحد أحد هتعقد يوم السبت المقبل لبحث آخر التطورات وكيف يمكن يعني تهدئة الأوضاع. وأنا هقول لك حاجة يا أحمد، من وجهة نظري اللي هيقود حل الملف ده هي الدوله المصريه، مش حد تاني. يعني مصر مش محتاج، يعني اعتقد كل يعني العالم ادرك بالظبط، كل العالم ادرك منذ اندلاع هذه الازمه ان مصر هي الدوله المحوريه في هذه القضيه تحديدا، وان مفتاح غزه ومفتاح فلسطين في يد الدوله المصريه، وهي التي لديها القدره على يعني تنفيذ الوعود، ليس كما وعد الطرف الاخر بالزبط. ولم يلبي أو لم يفي بهذا الوعد في صباح اليوم الآخر بدخول المساعدات وتراجع، وبالعكس شفنا في الساعات الأولى من صباح اليوم ضرب معبر رفح في الاتجاه الفلسطيني لتدمير البنية التحتية وعدم دخول المساعدات. لكن بإذن الله هذه القضية هي قضية وجود بالنسبة لأشقائنا في فلسطين، وأيضا للدولة المصرية التي دائما
ما تقف وتساند الشعب الفلسطيني حتى يأخذ حقه ويسترد أرضه مرة أخرى. بنشكر حضرتك الدكتور أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف. شكرا لك. شكرا جدا. شكرا.